لو قالوا يرفضوكم انتم الان في اي مستشفى؟ تقول انا في مستشفى لا مستشفى لا ايش اسمها ايمن ايمن حلوج صح ما رحتوش في نفس المستشفى كنت بدلت مستشفى والله المستشفى الاول صرنا فيه قول صراحة صرنا فيه تحايل جماعة دام الله بعثونا من هني وصرنا مشكل كبير وما على بالهم من الموت وكيتفرجوا الحس هذه توي ما يفهموني منش مش نجرح الأسامي ولا كذا هم صحيح ما نذكر حتى اسم أكيد والله صرنا الأخر الحمد لله معناها أن ربي نورنا البصيرة ثم وعرفنا ناس لقيت شوية مساعدة شوية دعم غادي في الأردن كاين ناس زارتكم والله كاين اللي زارونا كاين اللي زارونا وكاين اللي تكلموا داروا الشوشرة في الإعلام وما جا حتى واحد كانوا راكبين الموجة وفقط وفقت واللي يقدمونا مساعدات لحد الآن معناها مساعدات معناها توجيهية مساعدة كذا ناس ما نعرفهمش ولا مرة شفناه لأني شفت من عادة شف بار تليفون والحمد لله معناها يوجهونا وكل شيء يروح البلاصة يروح البلاصة الفلانية مازلت رايح بلاصة فلانية يقول أنت جزائر كذا نقول له قول لي تفضل الحمد لله